السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. سأقدم لكم في هذا الفيديو تردد قناة زي ألوان، والحياة ألوان طبعا، دائما فمي مباراة اقتراب مباراة تونس والجزائر طبعا غيرني، وكنت نحكي عن المباراة في قناتي الأخرى. المهم يا جماعة، سأتحدث في هذا الفيديو عن تردد قناة زي ألوان، تستقطبه مرة واحدة والتردد شغال وبالإثبات 100% يا جماعة، ردت شغال عندي بالتلفزيون. لذلك يا شباب، الفيديو هذا مهم ومهم جدا للناس اللي ما عندها زي ألوان وتحب تستقطب قناة زي ألوان لمشاهدة مسلسلات. مثلا أراهم يعني العائلة تشاهد جودان ومش عارف يعني حياة قلبي ومسلسلات كثيرة تنقل على هذه القناة، قناة رائعة حسب ما حكولي عنها العيلة. يعني بإمكانكم أنكم تستمتعوا مع هذه القناة يا جماعة. سأقدم لكم التردد الأول، يعني الحقيقي والرسمي، والذي يشتغل الآن في التلفزيون عندي على قمر النايل سات يا شباب. التردد كالآتي، وبدون ما نطول عليكم الفيديو، لكن 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 الفيديو هذا برعاية زر اللايك، الكل يضغطوا على زر اللايك حتى نواصل ونستمر، وإن شاء الله نعمل فيديوهات أخرى. أنتم اكتبوا لي الترددات الناقصة عندكم في التلفزيون وإن شاء الله نعمل عليها فيديوهات وتتحصلوا على جميع القنوات. شكرا لكم، أعرف أنكم عملتوا لايك لذلك شكرتكم يعني طبعا. أوكي يا شباب، التردد كالآتي: 11277 الاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500. هذا هو التردد بكل بساطة وبكل سهولة، اكتبها عندك في التلفزيون، حمل القناة واستمتع. شكرا لكم متابعة هذا الفيديو، ما تنسون تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ونتقابل إن شاء الله في فيديوهات قادمة. سلام عليكم.